السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم ملعبك مع أيمن علي. بسم الله نبدأ حلقتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر فلسطين وأهلها وكلهم سندا وعونا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ندخل في موضوع حلقتنا على طول. النادي الأهلي، النادي الأهلي بطل إفريقيا، النادي الأهلي التاريخ، النادي الأهلي البطولات، النادي الأهلي الإنجازات. النادي الاهلي يتخاف منه انما ما يتخافش عليه. لعيبه النادي الاهلي النهارده سطرت تاريخ جديد في كاس العالم للانديه بالفوز على الاتحاد السعودي بكل نجومه، الاتحاد بكل نجومه، بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو وكونرادو، فرقه حجازي قادش، فرقه كلها نجوم كبيره جدا وجايه بملايين. النادي الاهلي النهارده لقن الاتحاد السعودي درس كبير جدا في كرة القدم وفي فنون كرة القدم. النادي الاهلي النهاردة مش مجرد ان هو كسب الماتش 1-0 او 2-0 او لا، الاهلي كسب 3 بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. بس قبل الثلاث اهداف اداء ومتعة داخل ارض الملعب، قبل الثلاث اهداف ثقة من لعيب النادي الاهلي بشخصية النادي الاهلي، تحس ان اللعيبة عندها شخصية في الملعب، عندها ثقة في الملعب، لعيبة بتنقل كورة، مسكت كورة اكتر من فرقة الاتحاد برغم من الامكانيات لعيبه الاتحاد الكبيره، ولكن النادي الاهلي النهارده بانت شخصيته الحقيقيه. دي بطوله قبل ما الاهلي ما يروح البطوله دي كل الاهلاويه وكل الناس كانوا خايفين على النادي الاهلي، وجماهير الاتحاد بتقول هو ده الوقت المناسب اللي هنكسب فيه الاهلي المصري في كاس العالم للانديه ونعمل تاريخ جديد. هم كانوا عايزين يوصلوا للنهائي البطوله، ولكن اصطدامهم بالنادي الاهلي بطل افريقيا كان بالمرصاد. ثلاث اهداف اجمل من بعض، ركله جزاء علي معلول بعد ما تحصل عليها المشاكس كهربا داخل في وسط قادش وفي وسط احمد حجازي وبيشاكس وتسبب في ركله الجزاء بعد الكره الطوليه اللي اتلعبت في ظهر المدافعين، وعلي سجلها الحمد لله. يمكن كولر كلنا كنا قاعدين نقول بلاش علي بلاش علي بلاش علي، وده كان الافضل ان لعيب غير علي معلول يلعب ركله الجزاء. علي لسه مضيع ركله جزاء مهمه جدا، ولكن كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى معاه وقدر ان هو يسجل ركله الجزاء. هدف حسين الشحات هدف عالمي، هدف امام عاشور هدف عالمي بعد ما كهربا تقل على كورته واستنى الراجل وحطها له وحطها بكل سهوله، وبعد كده حتى الاتحاد السعودي جاب الجون بتاعه في اخر الشوط الثاني، كانت خلاص المباراه انتهت والمباراه خلصت تقريبا. جماهير الاتحاد بعد الجون الثالث ومن الدقيقه 77 كل الجماهير غادرت المدرج، لان جماهير النادي الاهلي محدش يقدر عليها، جماهير النادي الاهلي رجت الملعب هدفات وتشجيع، وفرحانين فرحانين باداء لعيبتها داخل ارض الملعب، فرحانين بالانتصار الكبير. لعيب واحد من لعيبه اتحاد جده السعودي بالملايين اللي مدفوعه فيهم بثمن تيم النادي الاهلي كله، ولكن في حاجه اسمها في كره القدم الاداء الجماعي للفرقه وليس الاداء الفردي. هو ده اللي فرق مع النادي الاهلي، اداء الفرقه جماعيا وتكتيكيا داخل ارض الملعب افضل من الاتحاد بكتير. فرقه عارفه ازاي بتدافع وعارفه ازاي بتهاجم، اغلقت مفاتيح لعب الاتحاد السعودي، وهنتكلم على التشكيل دلوقتي بالنسبه للاهلي وبالنسبه للاتحاد جده. ولكن فرحتي باللقاء وفرحتي برده فعل النادي الاهلي وبفرحتي برده النادي الاهلي على المشككين في قدرات النادي الاهلي وقدرات لاعب النادي الاهلي فرحه كبيره جدا وفرحه لا توصف، لان الكره المصريه ما زالت بخير. لو الاهلي يا جماعه مش موجود في الكره المصريه اللي كان هيحصل؟ مين كان هيفرحنا غير النادي الاهلي؟ كل فترة النادي الأهلي بطولة، كل فترة النادي الأهلي بيأدي أداء أكتر من رائع، يمكن حصل دروب في الدوري الفترة اللي فاتت والدوري الإفريقي، ولكن النادي الأهلي بيعود ويعود من بعيد بأداء أكثر من رائع ويصل الدور قبل النهائي. بقى نقابل بطل البرازيل في الدور قبل النهائي، وإن شاء الله النادي الأهلي يفوز ويوصل للمباراة النهائية. وليه لأ؟ ليه ما نحلمش بعد أداء لعيبتنا النهاردة داخل أرض الملعب؟ يمكن كولر بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي الحراس المرمى مع اللوحة، يمكن ايه اقف كده عشان الناس ايه تشوف اللوحة. محمد الشناوي لحراس المرمى لعب محمد عبد المنعم، بسم الله ما شاء الله. محمد عبد المنعم يا جماعة حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا ابني. استلام ايه وتسليم ايه وثقة ايه وتحركات واعية في الملعب ايه، تحس ان في حد مطمنك في خط الظهر. ومن مميزات كولر النهارده ان كان في تنبيه ان الهجمه والبيلدنج اب بتبدا من عند محمد عبد المنعم. كان ياسر ابراهيم ممكن يكون فاتح في كور كتير، محمد هاني ممكن يكون فاتح في كور كتير، ولكن كان البيلدنج اب بتبدا من عند محمد عبد المنعم، لانه بيجيب الحته دي،
بيجيد التمرير برجله اليمين والتمرير برجله الشمال، وراجل عنده قدره على بناء الهجمه من تحت في عمق الملعب مش على الاطراف بس. فمحمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، اللي عمل مباراه كبيره النهارده برغم ان بعض الاخطاء والفاولات اللي عملها، ولكن عمل مباراه كبيره النهارده. علي معلول، ملك الحلول، علي النهارده يعني علي احسن من قبل كده، يعني ماسك نفسه النهارده، بيطلع وبيساند في الحته الهجوميه وسجل هدف من ركله جزاء، فادى مباراه طيبه. في وسط الملعب بقى ده مروان عطيه، ده سبب الانتصار ومن اسباب الانتصار بعد ربنا سبحانه وتعالى ومحمد الشناوي. مروان عطيه النهارده ادى اداء رائع جدا النهارده في وسط الملعب، كان راجل عامل كماشه قدام محمد عبد المنعم وقدام ياسر ابراهيم. ليه؟ لان دايما كان فرقه اتحاد جده كان بيدخل دايما كورادو في المنطقه بتاع العمق، او رومارينو بيجي من ناحيه اليمين، وبنزيما كان بيتولاه محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، فكده اغلق المساحه اللي هي بتاعه العمق. طيب نيجي على الاطراف، محمد هاني كان قافل الحته دي وكان حاطط في الحته دي جنب منه امام عاشور. يمكن امام ما ظهرش بالمستوى المطلوب، هي لقطه الهدف هي الشوط الثاني لمعت امام. ليه امام سجل هدف؟ لان امام راح في الحته بتاعته، في المكان بتاعه، راح في المكان بتاعه ناحيه الشمال. هو امام بيتالق في الحته دي، بيتالق في الجنب ده، بيشتغل من الجنب ده كويس قوي، عنده القدره انه يخترق ويعدي ويروح ويصوب، عنده القدره انه يعمل جبهه من ناحيه الشمال كمان. فامام كان موجود في الحته دي، ودي مش عدلته، ولكن كان كولر وجهه نظره ان كوكا في الحته ديت، احمد نبيل كوكا اللي بدا المباراه مكان ديانج، اللي كانت كل الناس متوقعه ان ديانج يبدا، نبيل كوكا كان متواجد في الحته دي عشان يقفل على كانتي، لان كانتي دايما بيهاجم من الجنب ده وبيخترق من الحته دي، فكان لازم كوكا يبقى متواجد في الجزء دوت عشان يقدر يقفل على كانتي مع رومارينيو، مع علي معلول ومحمد عبد المنعم. فقفلنا الحته دي كويس قوي، قفلنا الاطراف اللي هو الاتحاد بيتميز فيها. حتى لعيبه الاتحاد اما بتطلع بره زي كريم بنزيما اما بينزل لتحت وبينزل بينزل لتحت، فالمفروض ان رومارينيو بيكمل في خط الظهر ما بين المدافعين، النادي الاهلي ما شربش الطعم ده، كونرادو المفروض ان هو بيكمل هنا، اما بنزيما يسحب اي حد من لعيبه النادي الاهلي، ولكن محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم كانوا موجودين في بيتهم، موجودين في المكان بتاعهم، فعشان كده ما حسيناش باي خطوره. فرقه الاتحاد كانت بتنقل كره طوليه، كان الاثنين دول موجودين، لان ما فيش حد فيهم بيسيب البيت بتاعه وبيسيب المكان بتاعه للناس اللي جايه من تحت، فده كان من عوامل مهمه جدا ومن عوامل انتصار النادي الاهلي النهارده. الحته اللي قدام بقى بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات. حسين الشحات حرفيا ما جاش المباراه طول الشوط الاولاني، حسين ما جاش المباراه، لا استلم كوره ولا استلم كوره، ولكن كولر هو بيصبر عليه ليه؟ صبر عليه في الشوط الثاني ليه؟ لان حسين الشحات هو وعنده واحده ممكن كوره يخلص لك بيها الماتش، وبالفعل خلص الهدف الثاني. عشان كده كولر كان صابر على حسين الشحات، وعشان كده كولر ما خرجش حسين الشحات من بدري، كلنا قاعدين من بره بنتكلم لازم تخرج حسين، لازم تخرج حسين، ممكن تنزل كريم فؤاد، ولكن هو عارف ان حسين ممكن بلقطه يخلص الجيم ويخلص المباراه، وده حصل بالفعل بالهدف الثاني لما حسين الشحات سجل في الزاويه البعيده لحارس مرمى الاتحاد المعيوف، وقدر يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، وده بقى هدف بقى الاطمئنان اللي ادى اريحيه لكل لعيبه النادي الاهلي داخل ارض الملعب. كهربا طبعا مشاكس جدا جدا جدا، كهربا لعيب مهم جدا كان بيتحرك في كل حته، عامل قلق للاثنين مدافعين بتوع الاتحاد، عامل قلق لاحمد حجازي وعامل قلق لقادش، ومن وراهم المعيوف، دايما في ضغط عليهم، دايما عامل لهم رعب، لدرجه ان الراجل اداله الكره انفراد كان ممكن يسجل هدف للنادي الاهلي، فكهربا حل مهم جدا. تعالى بقى لبيرسي تاو، بيرسي تاو ده يا جماعه لعيب تقيل جدا، لعيب بيستلم الكره مفيش حد بياخد منه الكره بسهوله، عنده ثقه انه يستلم الكره وسط ثلاثه ويحافظ عليها ويبقى محطه كويسه جدا لعيبه النادي الاهلي، وعمل جبهه قويه مع محمد هاني، واستغل حته ان الراجل المدافع دوت الراجل اللي بيهاجم من الناحيه دي كونرادو ما بيعملش الارتداد الدفاعي مع زكريا هوساوي ناحيه الشمال وفيصل الغامدي، فكان الواجب الدفاعي عندهم قليل شويه، فابتدى يشتغل هو وهاني من الجنب ده، عملوا جبهه ناريه في الحته ديت، وحرم الاتحاد من اهم مميزاته اللي هو الباك الشمال زكريا هوساوي والباك اليمين اللي خرج الشوط الثاني بعد اصابته اللي هو الشنقيطي. فالنادي الاهلي ادى جيم عالي جدا، ادى جيم قوي جدا، قدر يقفل على مفاتيح الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت التكتيك بقى للنادي الاهلي لعب بيه، احيانا النادي الاهلي بيضغط من قدام، احيانا النادي الاهلي بيقف في وسط ملعبه، فكان في تنظيم دفاع شديد جدا
لعيبه النادي الاهلي. محمد الشناوي لازم اسقف لك. محمد الشناوي النهارده يا جماعه فوق العاده ما شاء الله. الراجل بعد ما صد ركله الجزاء بيعمل لك كده رقم واحد، الاهلي رقم واحد، انا رقم واحد، النادي الاهلي رقم واحد. صدها من مين بقى؟ من الحكومه، من كريم بنزيما احسن لعيب في العالم وحصل على الكره الذهبيه، صدها منه. فكان رد فعل قويه جدا من محمد الشناوي، دي بقى اللي قلبت دفه الماتش. يعني الاتحاد لو اتعادل خلاص رجع للجيم، لا ضيع ركله الجزاء في نهايه الشوط الاولاني، المعنويات قلت شويه، معنويات لعيب الاهلي ارتفعت. نزلنا الشوط الثاني في ارتباك شويه في بدايه الشوط الثاني، ولكن بعد كده بعد هدف الشحات كل الامور اتفتحت. فالنادي الاهلي يتخاف منه، ما يتخافش عليه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. جيم تكتيكي عالي جدا من كولر، ولسه مستنيين المزيد، مستنيين النادي الاهلي يكون في النهايه كولر. هو ده كولر اللي احنا عارفينه، ده كولر اللي احنا عارفينه. في تنظيم شديد جدا من لعيبه النادي الاهلي داخل ارض الملعب، وكان واضح ان في تكتيك وفكر بيشتغل عليه، سواء الكروسات العكسيه اللي بتتعمل في ظهر المدافعين او الكره الطوليه. مجرد ما الشناوي حتى في الركنات يمسك الكره كان بيحاول يعمل الهجمه المرتده. ففي عارفين ان ارتداد لاعبي الاتحاد بطيء جدا. ليه بقى ارتداد لعيب الاتحاد بطيء جدا؟ وليه النادي الاهلي تفوق بدنيا الشوط الاول والشوط الثاني؟ في حاجه اسمها متوسط الاعمار، متوسط اعمار لعيب الاتحاد 31 سنه، متوسط اعمار لعيب الاهلي 25 26 سنه، ففي فرق مهما يكونوا نجوم، ولكن في فرق. الحماس والروح والثقه لعيبه النادي الاهلي داخل ارض الملعب غطت على الكلام ده كله، لعيبه الاتحاد كلهم فوق ال 30. معظم اللعيبه حجازي وقادش المساكين فابينيو بنزيما حتى حمد الله لما نزل رومارينيو كونرادو كل لعيبه كانتي كل اللعيبه دي معديه 30 سنه. ما كانش في غير ثلاث لعيبه فقط هي اللي في العشرينات من العمر، اللي هو الشنكيت الباك اليمين وزكريا عوساوي الباك الشمال وفيصل الغامدي اللي بيلعب في وسط الملعب اللي كان امام عاشور ملتزم بيه وملتزم بانطلاقاته داخل ارض الملعب. ثلاث لعيبه بس حتى الاثنين اما اتغيروا فيصل الشنكيتي و زكريا هوساوي حتى الاثنين الشباب خرجوا، فالنادي الاهلي برضه ما زال مسيطر وما زال الافضل. النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي فريق لا يستهان به. الف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، الانتصار الكبير على فريق كبير بحجم الاتحاد السعودي، وهارد لك للاتحاد وجماهير الاتحاد. ده كان تحليلنا عن مباراه النادي الاهلي واتحاد جده السعودي في كاس العالم للانديه. يا ريت كل الناس ما تنسناش بالاشتراك في القناه والشير واللايك. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.